بسم الآب أبي الروح القدس إله الواحد آمين. أخوتي الأحبة، قراءة آية اليوم هي من أمثال 20 عدد 22. الكتاب المقدس يعلمنا، يقول: لا تقل إني أجازي شرا، انتظر الرب فيخلصك. آمين. مبارك اسمك يا رب. التأمل الجماعي آية اليوم تكلمنا عن الانتقام. الانتقام طريقة بشعة ومؤلمة للرد على من نشعر أنهم ارتكبوا خطأ لحقنا. الرب هو ضامننا في مكافآت. اترك الأمر للرب. تصعيد نزعة الانتقام يؤدي فقط إلى أشخاص مكسورين وحياة مكسورة، والأسوأ من هذا يؤدي إلى شخصيات مكسورة. عندنا شواهد عدة تتكلم عن الكتاب المقدس عن عدم المعاملة العنف بالعنف أو الشر بالشر أو القتل بالقتل. هذا كان موجود في عهد القديم في شريعة موسى، موجود في الكتاب المقدس في عدة شواهد. خلنا نأخذ الشاهد الأول، هو من عهد القديم سفر الخروج. نار القدس يكلمنا، يقول: الرب يقاتل عنكم وأنتم صامتون. طبعا هاي الآية مشهورة، أغلبية المسيحيين يعرفوها. دع الرب هو ينتقم، دع الرب هو يغير القلوب، دع الرب هو ياخذ حقك. أنت عليك تسكت وتصوم وتصلي وتطلب من الرب هو ياخذ حقك. والشاهد الثاني من رسالة بولس الرسول إلى أهل الرومية 12 عدد 21، روح القدس نهبنا يتكلم معنا، يقول لنا: لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. الشر ينغلب بالخير، بالصلاة وبالمحبة. شاهد من مزمور 34 عدد 14، يقول: حد عن الشر واصنع الخير، اطلب سلامة واسعى وراءه. آمين. دائما اطلب السلامة لنفسك، لغيرك، لجيرانك، لعدوك. من انجيل متى 5، راح نقرا شوية عن هذا الشيء. سيد المسيح يتكلم يقول: وسمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن، واما انا فاقول لكم: لا تقاوموا الشر بمثله، او لا تقاوموا الشر بالشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فدر له الآخر، ومن أراد محاكمتك ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك أيضا، ومن سخرك أن تسير معه ميلا فسر معه ميلا، ومن طلب منك شيئا فأعطه، ومن جاء يقترض منك فلا ترده خائبا. آمين. أخوتي الأحبة، نرجع على قراءة الآية وصلاة التجمع آية اليوم. أبا الآب، من فضلك مكنني بروحك لأكون صبورا لأجلك، لكي تعدل الظلم المرتكب ضدي. من فضلك ساعدني لأكون مهتم بخلاص من قد يكون ارتكبوا خطأ بحقي، أكثر من اهتمامي بأخذ حقي منه. من فضلك أعطني قلبا مثل قلب ابنك يسوع الذي باسمه أصلي. آمين. قلت الأحبة، ربي يبارككم، ربي يقويكم. صلوا قبل ما تنامون، صلوا من أجل جيرانك، من أجل يوم جديد تكون بركة ونعمة. لا تعامل الشر بالشر أبد. شخص يحقد لك، اركع وصلي من أجله. شخص ما يحبك، صلي من أجله. شخص يبغضك، اطلب من المسيح يتراوى له وتغير قلبه. انت غير قلبه بمعاملتك الطيبة والحلوة. ربي يبارككم، تصبحون على خير، في كل فيديو ثاني.